بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم العياده. النهارده هنتكلم عن امراض الربيع والصيف. عاد الربيع، عادت مشاكله، حبوب اللقاح في الجو. اكتر حاجه ممكن تصيب الاطفال في تغيير الجو ده او دخول الربيع الحساسيه. الحساسيه ممكن تصيب اجزاء كثيره من الجسم، بدءا من العين، الانف، مجرى التنفس، الرئه، الجلد. نبدا بحساسيه الانف. اطفال كثيره جدا بيجي لها حساسيه مع تغيير الجو ده. الحساسيه دي بص تلاقي الطفل ده عمال يعطس، يصحى الصبح عمال يعطس يعطس يعطس، او عمال يدعك في مناخيره، حاجه اسمها السليوت سايلنت، تحيه بتاعت حساسيه الانف. لو طفل صغير وانت شايلاه تعرف ازاي ان عنده حساسيه؟ بص تلاقي وانت شايلاه عمال يدعك مناخيره في كتفك كده اهو. الطفل ده عنده حساسيه معظم الوقت، مناخيره الام تقول لك مناخيره مسدوده. ولو طفل يعني كبير شويه يقعد يشن كل شويه، يعمل لك كده هو ويحرج الام لو قاعدين في مجتمع ولا حاجه، لان الطفل عمال كل شويه يشن. هو بيشن لان بيجمع الافرازات اللي خلف الانف كده هو، لان بتضايقه. الطفل ده اللي عنده حساسيه ساعات بنسميها الهي فيفر او حمى القش. تبص تلاقي الطفل ده مهمد على طول، جسمه مكسر، عنده نص درجه حراره زياده. الطفل ده مقريف، مش في المود. تبص تلاقي مناخيره مسدودة في تغيير الجو ده، عنده نص درجة حرارة، جسمه مكسر كده، مش مبسوط، المود بتاعه متضايق. الطفل ده عنده حساسية في الأنف. إيه الحاجات اللي ممكن تزود حساسية الأنف؟ أكتر حاجة الحاجات اللي بتتشم، الدخان، البرفانات، المبيدات الحشرية، الطيارة، لو مربيين طيور في عصفورة ولا عصافير زينة، الحاجات الريش أو الزغب بتاع الريش ده ممكن يزود حساسية الأنف في الأطفال. لو الأب بيدخن مشكلة كبيرة، لو كل شوية عمالين ننفض الشقة، الطفل لما بيتعرض للغبار ده، وانت بص تلاقي الطفل ده الأعراض بتاعته تزيد. الأعراض بتاعته تزيد بالليل أكتر شوية، أو أول ما يصحى الصبح بالليل مناخيره مسدودة، وممكن من كتر سدة الأنف في الأطفال دول تبص تلاقي الطفل ده فاتح بقه وبيتنفس من بقه. ابنك بيتنفس من بقه بالليل، لازم تفرقي ما بين حاجه من حاجتين، يا يعني الطفل ده عنده حساسيه يا عنده لحميه صده مجرى التنفس. طب تعرفي ازاي، تفرقي ازاي ان دي حساسيه انف ولا لحميه؟ ان الحساسيه بتبقى متغيره على مدار اليوم. تبص تلاقي شويه قافل بقه وشويه واثناء النوم فاتح بقه وبيتنفس من بقه. اللحميه اعراضها ثابته. الطفل اللي عنده لحميه صده مجرى التنفس، تبص تلاقيه فاتح بقه كده، ليه منظر، حاجه اسمها الادينويد فيشز، يعني منظر اللحميه. العيل ده فاتح بقه على طول باستمرار، بيتنفس من بقه، عنده نيزل تون في الكلام. العيل اللي عنده لحميه بص تلاقيه بيخنف، بيطلع الكلام كده اهو، بص تلاقي فيه خنفه بسيطه في الايه، في الكلام. الطفل اللي عنده لحميه وسد مجرى التنفس فاتح بقه ال 24 ساعه، لان اللحميه دي كبرت خلاص، سد الانف من ورا كده هو سد مجرى التنفس. العيل مناخيره بيتنفس من بقه على طول. الطفل ده لما بيتنفس من بقه اللي عنده لحميه، بص تلاقي بيجيله التهابات في الحلق متفرده، لان الانف دي ربنا خلقها جواها تجاويف مجوفه كده، وطالعه نازله طالعه نازله بتدفي الهواء زي مواسير التكييف كده. فالهواء لما بيخش، لما الطفل يتنفس من انفه الهواء بيتدفى عقبال ما يوصل للجسم. وفي الانف ربنا مزودها بشعيرات كده تمنع التراب ان يخش الجسم. لو الطفل بيتنفس من بقه كل فقد هذه الحمايه، تبص تلاقي الهواء داخل سائع وفي تراب يعمل له التهابات في الحلق متكرره. الطفل اللي عنده لحميه، اللحميه دي بتسد حاجه اسمها كرات استاكيوس وتعمل له صعوبه في السمع. ليه بقى بتعمل له صعوبه في السمع؟ لان بيتجمع ميه خلف طبله الاذن. تبص تلاقي الطفل اللي عنده لحميه فاتح بقه ال 24 ساعه بيجي له التهابات حلق متكرره، لان الهواء داخل سائع وفي تراب، وتبص تلاقي يتجمع ميه خلف طبله الاذن. الميه دي تخلي الطفل كل كلمه تقولها له يقول لك ها ها، هو مش بيستعبط عليك ولا حاجه، هو مش سامع، لان الميه خلف طبله الاذن بتمنع طبله الاذن انها تتحرك بحريه. فتبص تلاقي كل امر تقوله له مرتين. الطفل اللي عنده لحميه ده ممكن يحصل له تاخر شديد في الدراسه. ليه بقى؟ لانه مش سامع. بص تلاقي معظم الحاجات اللي المدرس او بيقولها او المدرسه ما بيسمعهاش، فبيسقط منه اشياء كثيره نتيجه ان الايه، ان اللحميه دي اثرت على السمع. الطفل ده بيتنفس من بقه بالليل، تبص تلاقي وهو بيتنفس من بقه بالليل بيحصل له حاجه اسمها سليب ابنيا، او توقف جزئي للتنفس اثناء النوم. تبص تلاقيه وينام شويه، يقف النفس شويه. توقف النفس اثناء النوم بيجمع حاجه في الجسم اسمها ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون دي لما تتجمع في الجسم اثناء النوم تخلي العيل مدروخ اثناء النهار، يروح المدرسه يا عيني نايم على نفسه، مش دريان قوي، لانه حصل له ايه، تجمع لثاني اكسيد الكربون نتيجه توقف التنفس المتكرر اثناء الايه، اثناء الليل. الطفل ده بيحصل لهم حاجه اسمها هايبوكسيا، او نقص في الاكسجين ساعه النوم. تبص تلاقي لان نتيجه ايه، توقف التنفس المتكرر
يوقف النفس بتاعه، تبص تلاقي ثاني اكسيد الكربون بيعلى والاكسجين بيوطى. ثاني اكسيد الكربون يعلى والاكسجين يوطى يزود حاجه اسمها ضغط الشريان الرئوي، يحصل له مشكله في القلب. شوفي حاجه بسيطه تافهه ازاي اللحميه كبرت، عملت التهابات متكرره في الحلق، عملت التهاب في الاذن الوسطى، عملت ميه خلف طبله الاذن، خلت العيل ما يسمعش كويس، خلت العيل نايم اثناء الدراسه، خلت العيل ارتفع ضغط الشريان الرئوي، عمل له مشكله على القلب لحميه. تعرفيها ازاي؟ بيتنفس من بقه ليل ونهار وفاتح بقه، وبالمره بقى بيحصل له ضب. ليه؟ لانه بيتنفس من بقه، لو خصوصا لو بنوته حلوه وجميله كده، انت مش دريانه عماله تتنفس من بقها، يحصل لها ضب ويتغير شكل الفك بتاعها نتيجه انها بتتنفس من بقها ليلا ونهارا. ومعانا ام عبد الرحمن. ازيك يا ام عبد الرحمن؟ اتفضلي. اهلا بيكي يا ام عبد الرحمن. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي، اتفضلي تحت امرك. بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي عبد الرحمن عنده 5 سنين ولا شهرين. تمام. عبد الرحمن دلوقتي عنده، انا عملت له تحليل اللي هو الانيميا، عنده الانيميا عنده 7 كويس. تمام. النسبه بتاعتها 7. تمام. ودلوقتي عنده حاجه، يعني عنده دلوقتي كحه، الكحه دي ما بتنيموش خالص بالليل، يعني تمام. بتزيد معاه اكتر بالليل وهو نايم. تمام. حد في الاسره؟ نعم. حد في الاسره عنده حساسيه؟ حد في العيله عنده حساسيه؟ لا لا خالص خالص. تمام. يصحى الصبح يكح يا ام عبد الرحمن؟ اه بيكح في المدرسه لما بيجري، لو تمام. جري شويه ولا حاجه مثلا في البريك بيكح، فما بيقدرش ياخد نفسه. طيب ايه تاني يا ام عبد الرحمن صعب بيزعلك فيه غير الانيميا والكحه؟ اما الرشح عنده بقى على طول، الرشح عنده ما يعني ما يقعد يدعك في مناخيره او يعطس؟ اه بيعطس كتير. طيب والكحه بقى مع ان هو ما بيقدرش ياخد نفس. بابا بيدخن يعني يا ام عبد الرحمن؟ بابا بيدخن؟ لا بس ما بيشربش سجاير خالص في البيت. طيب يعني بيشربها الشغل بس. طيب عملت في حد في العيله عنده انيميا بحر ابيض متوسط يا ام عبد الرحمن؟ لا 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 لا. طيب هو كان بيتغذى كويس عبد الرحمن ولا بياخد ما بيتغذى؟ كان بياكل حلو. اه كان بياكل كويس. بتدي له حديد قبل كده ولا ما بتديهوش حديد؟ في عندي كان بياخد علاج للحديد. طيب ماشي، شكرا يا ام عبد. في حاجه ثانيه بزعلكي فيها يا ام عبد الرحمن؟ هي بس قله الاكل بتاعته ديت، عامله له بقع كده بيضه تقريبا الانيميا، عامله له زي بقع في خده. في وشه كده؟ في خده، وفي بقع كده هي اللي موجوده في خده حاليا. ماشي يا ام عبد الرحمن، شكرا لاتصالك. ام عبد الرحمن بتتكلم في صميم الحلقه، طفل بيكح بالليل والصبح بيكح، ولما يجري في المدرسه يكح، دي اعراض حساسيه صدر للاطفال يا ام عبد الرحمن. احنا بنتكلم على امراض الربيع ودخول الربيع وتغيير الجو والتراب اللي في الجو، يبدا الاعراض تزيد، يبقى الحساسيه بتاعه الصدر في الاطفال تزيد مع دخول الشتاء او تغيير الجو. تبص تلاقي الطفل ايه ليه توقيتات معينه في الكحه بتاعته، يستبل بنقول ايه الشتاء اوحش من الصيف والليل اوحش من النهار. تبص تلاقي الطفل ده اول ما ينام يكح، اول ما يصحى يكح، مع الضحك يكح، مع العياط يكح، مع المجهود يكح. الاطفال اللي عندهم حساسيه دي العيشه بتاعتهم مش حلوه قوي، لانه في كل نشاط بيعمله بيكح، ينام يكح، يصحى يكح، يلعب يكح، يضحك يكح، عيشه نكد، حاجه مش كويسه ابدا. الطفل ده الكحه الحساسيه الصدر في الاطفال ممكن تيجي بكحه فقط. تبص تلاقي في الاوقات اللي احنا بنقول عليها دي الطفل يبدا يكح. طب نعمل ايه للاطفال دول؟ تبص اول حاجه نمنع الحاجات اللي بتزود الكحه، لو الاب بيدخن في الشقه بلاش يدخن، لو بنحط برفانات بلاش نحط برفانات في الشقه، لو في عصافير في الشقه ولا حاجه نتخلص منها، ساعات لو في قطه او كلب في الشقه ممكن يزود الاعراض بتاعت الاطفال اللي عندهم حساسيه، بلاش نكنس قدام العيل ويتعرض للتراب، ونغير كيس المخده بالليل، لان كيس المخده ده بيلم تراب اثناء اليوم، تبص تلاقي الطفل يجي ينام يستنشق كل التراب دون، يبدا يحصل له الاعراض او نزود الايه الاعراض. ما ندهوش أدوية ممكن تزود أو تقفل صدره زي الأسبرين ولا حاجة، لأن الحاجات دي ممكن تقفل الصدر وتخلي الطفل يكح. نعمل إيه يا أم عبد الرحمن؟ نديله لما يكح نديله موسع للشعب، في حاجة اسمها مثلا فانتولين بخاخة، ياخد بخاخة عن طريق الاستنشاء ونعد. لو لقيناه بيحتاج الفانتولين ده أكتر من 3 مرات على مدار الأسبوع، يبقى ابنك محتاج حاجة اسمها علاج وقائي، بخاخة فيها نسبة كورتيزون بسيطة. الكورتيزون يا جماعه المستنشق ملوش اعراض جانبيه نهائي تقريبا، العرض الجانبي الوحيد للكورتيزون المستنشق ان ساعات يعمل فطريات على اللسان، عشان كده بنشرب ميه شويه ميه صغيرين بعد ما بناخد الايه البخاخه. فيا ام عبد الرحمن تحسني ظروف البيت، مفيش دخان، برفانات، مبيدات حشريه طياره، مفيش بخور، تغيري كيس المخده واديله بخاخه يا ام عبد الرحمن، لان ابنك دي كحه حساسيه محتاج موسع الشعب وبخاخه فيها نسبه كورتيزون بسيطه، علشان نبعد الاعراض دي عن بعضيها وعبد الرحمن
يعيش عيشه جميله، ينام كويس، يصحى كويس، يلعب كويس، يضحك كويس، يروح المدرسه كويس بلا اعراض يا ام عبد الرحمن. ومعانا مدام شيماء. ايوه اهلا بيك يا مدام شيماء، اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا معايا ابني، ايوه، عنده حساسيه في مناخيره دايما. تمام. وبلاقي من تحت كده انا بغير له زي نظام التهابات جامده، فكشفت. هو عمره قد ايه؟ عمره قد ايه يا مدام شيماء؟ هو عنده 8 شهور، وكل ما بديله اي اكل بيقول لي البراز هو اللي بيعمل الكلام ده كله. يعني ايه البراز بيعمل الكلام ده؟ لما باكله اي حاجه فيها بروتين بيقول لي يعني بيعمل له تسلخات يعني. تمام. هو بيرضع رضاعه طبيعيه؟ هو بدخله لبن صناعي. بتدخلي لبن صناعي ليه؟ عشان الرضاعه مش كافيه؟ لبن ضعيف شويه. طيب وزنه قد ايه؟ هو دلوقتي 8.5 وعنده 8 شهور. وزن الولاده كام؟ كان 3. طيب ماشي. في حاجه تانية يا مدام شيماء؟ لا والله، بس انا مش عارفه حساسيه مناخيره، بلاقيه بيعطس كتير وبديله نقط حساسيه مش عامله معاه اي حاجه ماشي خالص. ماشي، شكرا لاتصالك يا مدام شيماء. مدام شيماء شكرا لاتصالك. ابنها 8 شهور بيرضع رضاعه طبيعيه، بس هي قررت تديله صناعي لانه وزنه 8.5 كيلو بس، وهو وزن الولاده 3 كيلو. بس يا مدام شيماء، ابنك وزنه مثالي، مش محتاج اللبن الصناعي. اللبن الصناعي من ضمن الاشياء اللي ممكن تزود حساسيه الانف وتزود حساسيه الجلد ويجيب له نزلات معويه متكرره وتدخله في اسهال وامساك. شفت المشكله بتاعت اللبن الصناعي ايه؟ يبقى احنا بنقول لما بنشجع الرضاعه الطبيعيه من اول يوم بعد الولاده يا جماعه، بنقول عشان نحمي اولادنا، اللبن الصناعي يزود الحساسية بمختلف أشكالها، إكزيمة الجلد، الأرتكاريا الحبيبية، يحصل له إسهال وإمساك متكرر، وتزودي حساسية الأنف. فرضعي طبيعي، ابنك وزنه كويس يا مدام شيماء، مش محتاج حاجة خالص إنك غير إن أنت تدي رضاعة طبيعية فقط لا غير، وتدي أكل جنب الرضاعة الطبيعية ما فيهوش منتجات ألبان، يعني ولا لبن ولا زبادي لغاية سن سنة. يبقى رضاعة أول 6 شهور، بعد 6 شهور ندخل أكل ما فيهوش لبن ولا زبادي لغاية سن إيه؟ لغاية سن سنة. حسيت الأنف تعملي إيه؟ تحسني ظروف النوم زي ما قلنا، غيري كيس المخدة اللي بينام عليه العيل لو بينام على مخدة، وتديله بلاش تدي نقط للأنف يا جماعة. نقط الأنف بتاعت الأطفال ساعات ترفع ضغط الدم بتاع العيال، لأن النقط دي فيها حاجة اسمها الأفرين أو 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 أو, أو مواد قابضة للأوعية الدموية. لما أقعد أحط نقط يعني نقط أنف للأطفال، نقط ورا بعض ورا بعض ورا بعض، عمال اعالج الاعراض، وتبص تلاقيها ممكن ترفع الضغط بتاع العيل. فلو سمحتي ندي ايه؟ ندي حاجات مضاده للهستامين بسيطه، ولو لقينا نفسنا بنستخدمها كتير ندي حاجه اسمها انتي ليكوترينز، نديها فتره مثلا الشهرين بتوع الشتاء او الشهرين بتوع تغيير الفصول. في انتي ليكوترينز كتيره موجوده في السوق زي السنجلير والليبل وحاجات كتير، والكاست والكوكاست، حاجات كتيره جدا احنا ممكن نديها كعلاج وقائي للطفل. ولو سمحتي اسحب اللبن الصناعي، لان ده من ضمن مسببات الحساسيه يا مدام شيماء. ومعانا هناء. اتفضلي يا مدام هناء. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك يا مدام هناء. السلام عليكم. انا سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا مدام هناء تحت امرك. لو سمحت انا معايا بنتي 9 سنين، هي في المدرسه السنه رابعه، على طول تعبانه. تعبانة ازاي يا مدام هناء؟ تعطس الصبحية وزكام وتدعك في مناخيرها لدرجة انها متأخرة يعني في الدراسة خالص. تمام تمام. ايه تاني يا مدام هناء مزعلك فيها؟ مزعلني ان تأخر في الدراسة وتعبانة، يعني على طول عطس وزكام وكحة. تمام ماشي يا مدام هناء. في كحة كمان يا مدام هناء؟ في كحة؟ أيوة. بكح؟ تقول كل ما اجي اتكلم في الفصل كحة. طيب ماشي، شكرا لاتصالك يا مدام هناء. مدام هناء برضه بتتكلم في صميم الحلقه، بنتها عندها حساسيه انف وبتكح. معظم الاطفال اللي عندهم حساسيه انف بيبقى عندهم حساسيه في مجرى التنفس، هنا مناخيرهم يعطسوا ويكحوا، هنا صدرهم يكح ويزيقوا. طيب بتصحى الصبح تكح ويبقى عندها نص درجه حراره مقريفه، المود بتاعها مش كويس، عظمها مكسر لان عندها حاجه اسمها حمى القش او هي فيفر. نعمل ايه يا مدام هناء؟ زي ما قلنا مفيش حد يدخن في الشقه وما نولعش بخور في الشقه. وندي للطفل للطفله دي نديها حاجه اسمها انتي ليكوترينز، اللي هي زي ما قلنا عليها قبل كده، في حاجات كتيره، ونديها لها بصفه منتظمه كل يوم حبايه كده، الشهر ولا الشهرين اللي فيهم تغيير للجو. ممكن ندي لطفل عنده 9 سنين ندي له بخاخه موضعيه في الايام النكد، لان في ايام الحساسيه دي يا جماعه بصفه عامه جود دايز باد دايز، يعني ايام كويسه وايام وحشه، يوم حلو ويوم مر، زي الفيلم الجميل بتاع الراحله العظيمه فاتن حمام. اليوم الحلو خلاص مش هندي حاجه، هتدي الانتي ليكوترينز بس بصفه منتظمه
شهر ولا شهرين، وزي ما قلنا اسماء كتيره موجوده للانتي ليكو ترينز. اليوم المر اللي الطفل قايم بقى بيعطس جامد في ايام وحشه قوي، بيعطس جامد ومناخيره عمال يدعك فيها ومناخيره مقفوله ومش طايق الدنيا، بدلهم بخاخات فيها نسبه كورتيزون بسيطه. في حاجات كتيره موجوده في السوق البخاخه اللي فيها نسبه كورتيزون بتهدي الاعراض بسرعه، وما نديهاش لفتره طويله علشان الطفل ايه يعني ما تعملوش اعراض جانبيه. فانا بديها اليومين ثلاثه اللي هي الطفل ايه تعبان فيها قوي، بشرط ان انا بدي علاج وقائي اللي هو الانتي ليكوترينز ده، بديه الاقراص بتاعته كل يوم بصفه منتظمه الشهر ولا شهرين اللي فيهم تغيير للجو او في مع دخول الشتاء. حاجه تانية، الطفل اللي بيكح ده لازم تدي له موشع للشعب يا مدام هناء. هقول لك تعالجي حساسيه الصدر ازاي بعد ما ناخد اتصال من مدام ام مريم. اتفضلي يا ام مريم. اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا ام مريم. بعد اذن حضرتك، انا عندي مريم عندها نفس المشكله اللي انت بتتكلم فيها، ان هي برضو ما لحقناش يا ام مريم. ام مريم، ام ملك، معلش انا اسف يا ام ملك. بص يا ام ملك، احنا بنتكلم دكتور واربع شهور. اتفضلي يا ام ملك. اهلا بيك، اتفضلي يا ام ملك. خليك يا دكتور، عنديها 3 سنين واربع شهور. ملك سنها 3 سنين واربع شهور. مالها بقى يا ام ملك؟ ملك ما بتتكلم كلمات معينه، مش بتتكلم جمله كامله خالص، كلمات متفرطه، يعني اسماء معينه، يعني حتى اسم ابوها ما تعرفش تقوله، اسمي انا ما تعرفش تقوله. بتفهم يا ام ملك؟ بفهماكي يعني، انت لو قلتي اوامر بسيطه، روحي تعالي اقفلي الباب اطلعي على السلم انزلي من على السلم، بتفهم؟ بتفهم كل حاجه، تشاور. بس هي دكتور جمله كامله ما تعرفش تقولها. انا نعم؟ عاوزه كذا مثلا ما تعرفش تقول، ما تقولش جمله كامله مثلا. بتشاور لك؟ بتشاور لي وفاهمه كل حاجه. طب لما بتعوز منك حاجه بتشاور ولا بتاخدك من هدومك؟ يعني مثلا الميه كانت تمشي تقول، تعرف تقول كلمه ميه، بقيت تقول ميه، كانت تقول انبول اول. تمام. الاكل ما تعرفش تقول عايزه اكل مثلا، تقول ننة. تمام. وثلاث سنين يعني بتشاور على الحاجات، بس فاهمه كل حاجه. فاهمه تقصدي ايه فاهمه كل حاجه؟ يعني الاوامر البسيطه تفهمها؟ ايوه، يعني مثلا تقول اختي جاء، يعني تقول على اختها توته جاءت. طيب تلعب مع الاطفال يعني ولا لا؟ كان اسماء معينه يعني، انا تلعب. ما تعرفش تقول لحد دلوقتي. تلعب مع الاطفال يا ابو ملك ولا لا؟ بتلعب. تلعب معاهم يعني تتشارك ولا بتلعب جنبيهم؟ يعني في مشاركه؟ لا بتلعب مع اللي حواليها. ايوه، مع عيال خالتها وكده يعني. ولادتها اخبارها ايه يا ام ملك؟ الولاده؟ نعم. الولاده بتاعتها؟ ولدت قيصريه هي. عيطت على طول قيصري بعد الولاده؟ كان في مشاكل بعد الولاده؟ لا ما كانش في مشاكل بعد الولاده. ما دخلتش حضانه؟ لا. طب ذكائها اخباره ايه؟ بتفهم هي يعني، بتفهم كل حاجه يعني. بس انا مش عارفه ايه المفروض. بتسمع كويس؟ يعني بتسمع؟ بتسمع. ماشي. في حاجة تانية يا أم ملك مزعلاكي فيها؟ لسانها يا دكتور، هو ممكن يكون سبب لسانها. طيب ماشي، أقول لك. حاضر يا أم ملك، شكرا لاتصالك يا أم ملك. شكرا خالص يا دكتور، شكرا. السلام عليكم. بص يا أم ملك، 3 سنين و4 شهور العيل المفروض يتكلم ويكون جمل من 9 كلمات و8 كلمات، مش يقول أنبوع المية أو المية أو يقول كلمة مية بس. ده تطور مش طبيعي، تطور مش طبيعي، تطور لغوي ناقص، متأخر كتير، متأخر سنتين على الأقل. والطفله مش فاهمه كل الكلام اللي انت بتقوليه وما بتتشاركش، يعني يا دوبك بتلعب مع الناس اللي قريبين منها، لكن ما قلتيش انت في القصه بتاعتك انها بتلعب مع الاخرين. اخشى يا ام ملك ان احنا يكون عندنا بعض سمات التوحد، ده اللي انا قلقان منه يا ام ملك في القصه بتاعتك، لان المفروض 3 سنين و4 شهور ده عيل منطلق، ده بيتكلم، ده في اطفال مثلت افلام وهي 3 سنين و4 شهور. انها كونها ما بتقولش غير كلمه واحده، والميه بعد عناء تقول ميه بعد ما كانت انبوه، هي 3 سنين و4 شهور، دي في تاخر لغوي جامد. طفل ما بيتكلمش، حاجتين لازم اسال عليهم، الطفل ده بيسمع ولا لا، بيفهم ولا لا. بيسمع يعني ايه؟ يعني ما عندوش مشكله في السمع، يعني كل كلمه حتى لو همس اسمعها وينفذها. مين الاطفال اللي ممكن يحصل لهم مشاكل في السمع؟ الاطفال اللي دخلوا حضانه وكانت نسبه الصفرة بتاعتهم عاليه جدا جدا، واحتاجوا يتعمل لهم تغيير دم، او دخل حضانه وحصل له التهاب سحائي، او لو كان بياخد دواء اسمه ادويه مثلا بتاثر على السمع زي الجراميسن والكلاميسن والنبسن والحاجات دي. دي الاطفال اللي هم هاي ريسك، ان هم السمع بتاعهم بيتاخر. فلو طفل ما حصلوش المشاكل دي كلها والام ما عندهاش مشكله ان طفلها بيسمع كويس، لازم نشوف العيل ده بيفهم ولا ما بيفهمش. ساعات الام الحنيه بتاعتها بتخليهاش يعني زي ما بيقولوا ايه، مرايه الحب عاميه. مرايه الحب عاميه يعني ايه؟ مش خلاها ايه، لا انا ابني بيفهم كويس قوي، وهو العيل بيكون
بيكون ايه، يكون العيل بيفهم مثلا حاجات بسيطه، بس هي من كتر المحبه متخيله انه بيفهم كل حاجه. محتاج تقييم يا ام ملك، بنتك محتاجه تقييم عشان نستبعد بعد الشر سمات توحد. لو سمحتي لو كلمتيني بعد الحلقه خدتي تليفوني من الكنترول ادلك تعملي ايه يا ام ملك عشان نستبعد بعد الشر وجود سمات توحد. ام حنين اتفضلي. يا ام حنين السلام عليكم يا دكتور. سلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بك يا ام حنين اتفضلي. بعد اذنك يا دكتور، انا بنتي لما بتيجي تنام بالليل بتفتح بقها زي ما حضرتك قلت كده، تمام، وبتتنفس من بقها. طب واثناء النهار كويسه؟ النهارده ايما والله برضو لا، في النهار في اثناء النهار. ده اثناء النهار كويسه، بس على طول مناخيرها راشحه، تمام، ومناخيرها على طول سايله. عمرها قد ايه يا ام حنين؟ عمرها قد ايه؟ 5 سنين يا دكتور. 5 سنين. طيب في حاجه ثانيه بتشخر عامله زي الشكمان كده المكسور بالليل وهي نايمه؟ ايوه صح يا دكتور كده، وتلاقيها بتتقلب كده ومش طبيعيه، مش نايمه، مش نايمه مرتاح. لا 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 لا. طيب ماشي يا ام حنين، في حاجه ثانيه مزعلاكي فيها؟ هو اللي مزعلني يا دكتور بتعطس، بتعطس الصبح. اللي مزعلني هو التشخير بالليل دوت. ماشي حاضر. وان هي بتتنفس بصعوبه، بتعطس من بقها، فمش عارفه. ام حنين بتعطس الصبح؟ بتعطس الصبح؟ يا دكتور. بص يا ام حنين، شكرا لاتصالك يا ام حنين. طفل مناخيره مسدوده بيتنفس من بقه اثناء النوم مشكله، هيحصل له التهابات متكرره في الحلق، هيقفل قناه استاكيوس، هيعمل له التهابات متكرره في الاذن الوسطى، هيعمل له ميه خلف طبله الاذن، هيحصل له حاجه اسمها سليب ابني او توقف للنوم جزئي اثناء النوم، يجمع ثاني اكسيد الكربون يخلي الطفل يروح المدرسه نايم لان حصل له زي ايه انتوكسيكيشن بالكربون دايوكسيد، او الكربون دايوكسيد زاد فعمل له زي ايه يوخم اثناء النوم، يرفع له ضغط الشريان الرئوي. مشكله بسيطه وعملت عماله تتفرع 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 وتعمل لنا مشاكل متعدده. طفل مناخيره مسدوده افكر في حاجتين، يا حساسيه انف يا في لحميه، يا الاثنين موجودين. ممكن يبقى الاثنين موجودين، ما هو الطفل اللي عنده حساسيه وعنده لحميه مفيش مانع، لو اللي عنده لحميه مفيش مانع يجي له حساسيه، واللي عنده حساسيه مفيش مانع ان يجي له لحميه. نعمل ايه؟ نحسن ظروف النوم. لو الطفل بيعطس الصبح ومناخيره مسدوده على طول نديله حاجه مضادات للهستامين، ولو متكرره معاه نديله حاجه اسمها الانتي ليكوترينز. يبقى احنا بندي مثلا للطفله دي 5 سنين اديها زيرتك او كلاريتين، مناخيرها مسدوده على طول باستمرار اديها حاجه اسمها الانتي ليكوترينز، بشرط ان لازم الطفل ده اعمل له اشعه منظر جانبي علشان اشوف اللحميه دي متضخمه ولا لا. اللحميه دي يا جماعه عباره عن ايه؟ نسيج لمفاوي موجود خلف الانف، موجود هنا. لو اتكبر تبص تلاقي الطفل ايه بيفتح بقه ويتنفس من بقه على طول ليلا ونهارا، يحصل له التهابات متكرره في الحلق. فصوره عشان اشوف اللحميه في الاشعه كده، لما جينا مجرى الهواء المفروض يكون مفتوح، اللحميه لو كبرت هتسد مجرى الهواء تخلي العيل يتنفس من بقه. يبقى انت تعملي ايه يا ام حنين؟ تحسني ظروف النوم، تديها مضادات للهستامين زي الزيرتك والكلاريتين، وتدي علاج وقائي حاجات الانتي ليكوترينز سنجرير ولا ليلي بيل، وتعملي لها اشعه عشان تطمني ان مجرى التنفس مفتوح مفيش لحميه، عشان دي بنوته لو فضلت تتنفس من بقها هيحصل لها ضب ويحصل لها خنفه في الصوت. تبص تلاقي ايه في حروف معينه فيها ايه خنفه، انت رايحه فين انت، تبص تلاقي في خنفه في الصوت. الخنفه في الصوت دي بقى لو ما اتشالتش اللحميه، حتى لو شلت اللحميه بعد كده تفضل الخنفه، فاحنا مش عايزينها. بنت اموره وجميله وحلوه وشيك وحلوه ما يبقاش فيها مخنفه علشان مجرد ان انا اشيل لها اللحميه اللي انا تجاهلت تشخيصها. ادي مضادات للحساسيه، صوريها منظر جانبي عشان تشوفي فيه لحميه ولا مفيش يا ام حنين. ام نور معانا اتفضلي. يا ام نور السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا ام نور. انا عندي ابني عنده 3 سنين ونص. اللي هو نور؟ ماشي. 3 سنين ونص. ايوه. من اول من كان عنده 6 شهور ودايما بيجي له التهاب في زوره وفي حلق بقه، ودايما بقه يبقى ملتهب. تمام. عملنا له كذا مره طبعا تحاليل ستول وكده وتحاليل دم. علاقته ايه؟ ايه؟ تحليل البراز علاقته ايه بالالتهابات الحلق؟ ما احنا يعني كذا مره يروح، فالدكاتره تقول مثلا ممكن يكون عنده حاجه في معدته. تمام. من حوالي سنه كده اكتشفنا ان هو عنده الاميبا، والدكاتره قالوا لي ان هي حلزونيه ومش هتروح. تمام. متحوصله. كويس. مش هتروح، كل فتره بياخد اللي هو الفيلاجيل دوت. تمام. هو دلوقتي المشكلة في ان حلق بقه على طول ملتهب يا دكتور، لو خد بونبونية يعني ده وده اقصى يعني حاجة ممكن ياخدها مثلا كل 3 4 شهور. بقه يلتهب. يسخن يعني؟ نعم؟ يسخن؟ لا ما بيسخنش. امال يلتهب ازاي؟ ويطلع زي الفسفيس. يعني قرح؟ لا مش قرح، زي الحباية كده فيها مية كده شوية من جوه. من جوه ولا من بره؟ لا من جوه. تمام.
ايه تاني مزعلك فيه؟ هو دي اكتر حاجه مضايقاني. طيب ماشي، شكرا لاتصالك يا ام نور. ام نور يا ام نور، الشكوى غريبه شويه، ما فيش حد بيجي له بونبوني ياكل بونبوني يحصل له التهاب في الحلق. ممكن طفل، وحتى الناس الدكاتره لما ايه يعني ايه حصل له التهاب في الحلق عملنا تحليل براز، حاجات ايه مش مترابطه يا ام نور قوي. انت طبعا مالكيش ذنب فيها، الدكاتره اللي ودوكي في هذا الاتجاه. يا جماعه بيجي لي تحليلات كتيره، كل واحد شال تحليل براز يقول له اصل عندك اميبا. كلنا عندنا اميبا، مصر كلها عندها اميبا، احنا ميه الشرب والخضار بتاعنا فيه اميبا، احنا الكلام ده نقلق؟ لو احنا في انجلترا، احنا عايشين في مصر يا جماعه، والاميبا المتحوصله دي لا اعراض لها، لا تعمل اسهال ولا تعمل امساك ولا تعمل الم في المعده، وما نقعدش نضيع زهره شبابنا في الاميبا المتحوصله، ندي ايه فيلاجيل وامريزول واليزول، مش هتروح الاميبا المتحوصله، نسيبها في حاله لان ملهاش اعراض. فاحنا كل ايه ده المتهم البريء، الاميبا المتحوصله دي المتهم البريء. كلنا عندنا اميبا متحوصله، كلنا ما عندناش اعراض، فما حدش بيجي له اسهال وامساك من الاميبا المتحوصله الا لما تنشط، ولما تنشط نعالجها، مع متحوصله نسيبها في حالها عشان ما نديش دواء على الفاضي، لان المنتجات بتاعت اللي فيها فلاجيل وامريزول دي ممرره، فتخلي تمرر حياه الطفل. الطفل بيجي له التهابات في الحلق متكرره، ما عملوش تحليل براز، اعمل له صوره دم علشان اشوف اجسام المناعه بتاعته ايه. في حاجه اسمها كرات الدم البيضاء، كرات الدم البيضاء عددها كويس ولا عددها مش كويس. في اطفال بقى بيحصل لهم حاجه اسمها ايه، العيل ده بيتعب كتير ليه؟ ساعات في اطفال بيحصل لهم حاجه اسمها سايكليك نيتروبينيا. ايه السايكليك نيتروبينيا دي؟ ان عدد كرات الدم عنده زي ما دوره شهريه، يعني ايه؟ يعلى عدد كرات الدم البيضاء اللي هي بتحمي العيل، يعلى ويوطى ويعلى ويوطى على مدار الشهر. فبص تلاقي الطفل ده لما عدد كرات الدم البيضاء بيوطى يبقى اكثر عرضه ان يجي له التهابات في الحلق. اعملي صوره دم كامله وقت ما هو تعبان عشان نشوف عدد كرات الدم البيضاء، هل الطفل ده عنده سايكليك نيتروبينيا ولا ما عندوش. ومعانا ام ياسر، اتفضلي يا ام ياسر. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. الاسماء كلها النهارده جميله، ياسر ونور وحنين، حاجات جميله كده. ربنا يخليك. تحت امرك يا ام ياسر، اتفضلي. انا عندي ياسر عنده 8 شهور. تمام. من قيمه اسبوعين كده كنت بحس ان هو بيورش في ودانه كتير. تمام. بترضعيه وهو نايم؟ بيصحى من النوم عادي يعيط ترضع. يبقى نايم فلات كده ولا بترفعيه شويه يا ام ياسر؟ لا برفعه شويه. اعترفي. طيب ماشي. بعدين لاحظت من يومين اتنين ان هو قاعد على الارض بيحرك راسه يمين وشمال، يعني حركه غريبه. بيحرك، اول مره يحركها كده. بيحرك يعني ايه؟ دماغه يمين وشمال ولا بيحرك ايه؟ بيهز راسه على طول. بيهز راسه. تمام. وايه تاني؟ فهم قالوا لي ممكن تكون التهابات وكده، وديته لقيت فعلا عنده التهابات. بيرشح؟ ايه؟ بيرشح مناخيره مسدوده؟ اوقات. طيب قالوا لك ايه؟ الدكتور قال التهابات وكده، فبرضه هو نايم برضه ساعات بيقوم بالليل يحرك رقبته كده وينام تاني. طيب ماشي. في حاجه تانيه يا ام ياسر؟ هو عادي ان انا مثلا احاول انده عليه وهو بيتفرج على التي في وكده وما يردش عليا ولا؟ طيب ماشي. يعني شكرا. هو ما ينتبهليش اصلا؟ ماشي. انا خايفه يكون الالتهابات دي اثرت على السمع بتاعه. حاضر حاضر يا ام ياسر، شكرا لاتصالك يا ام ياسر. هجاوب حضرتك تعملي مع ياسر بعد الفاصل. اهلا بكم معانا مره ثانيه. موضوع حلقتنا النهارده امراض الربيع في الصيف والصيف في الاطفال. كان قبل الفاصل كان ام ياسر طفل عنده 8 شهور شك انه عنده التهاب في الاذن الوسطى لانه عمال بيمرجح راسه يمين وشمال. امتى يجي للطفل التهابات في الاذن الوسطى؟ لو الطفل ده عنده رشح مستمر، دي بتقفل قناه ستاكيوس وتعمل له التهابات في الاذن الوسطى. او لو الطفل بيرضع وهو نايم، لازم الطفل يبقى راضع بيرضع مرفوع كده شويه، راسه مرفوع كده شويه حوالي 30 درجه عشان اللبن ينزل كده. لو رضعناه الطفل وهو نايم اللبن ينزل على قناه ستاكيوس، يقفل قناه ستاكيوس ويعمل له التهابات متكرره في الاذن الوسطى. لو مناخيره مسدوده سلكي مناخيره يا ام ياسر بمحلول ملح طبيعي، في حاجات كتيره موجوده، اوتريفين بيبسالاين، اي محلول ملح طبيعي او ميه بحر موجوده، حاجات كتيره مركبات تسلكي مناخير الطفل، ودي امان مفيش منها ضرر. ان شاء الله تستخدميها 10 مرات على مدار اليوم، وبلاش الرضاعه والطفل نايم. لازم راسه ايه، انا عارف ان انت بتبقي مجهده بالليل ولا حاجه، لازم ترفعيه علشان ما يحصلوش التهابات في الاذن الوسطى. انك تنده لطفل 8 شهور تقول له يا ياسر المفروض يبص، ده اختبار مش صحيح يا ام ياسر. فما يعني ما تفكريش في ان انت تعملي اختبار سمع ان انت تقول له يا ياسر هيبص، هو ولا ما يعرفش ياسر يعني ايه، ما يعرفش معنى اسمه،
فمش هيبص لك. فما تعمليش الاختبار ده لان الاختبار ده لا يدل على شيء. بدري قوي ان انت تعملي حاجه زي كده. كل اللي مطلوب منك خلاص انسي الموضوع اللي حصل دوت. ارفعي راسه اثناء الرضاعه، سلكي مناخيره لو مناخيره مسدوده، وانسي خالص موضوع التهابات الاذن الوسطى. مش كل عيل بيعمل كده بقى عنده التهاب في الاذن الوسطى يعمل كده وعمال يصرخ ويعيط، لان التهاب الاذن الوسطى من اشد الالام في الجسم لانه بيخبط في النافوخ على طول، اشد من الم السنان. فلو عنده التهاب في الاذن الوسطى هو هينادي عليكي ويصرخ، لكن يعمل كده بس ده لا يعني وجود التهاب في الاذن الوسطى. الحاجه الوحيده اللي يعنيها ان انت محتاجه تسلكي مناخيره وترفعيه اثناء الرضاعه يا ام اسر. ومعانا مدام هبه، اتفضلي يا مدام هبه. السلام عليكم. اهلا بيك يا مدام هبه، اهلا بحضرتك. انا معايا ابني عنده 4 سنين. تمام. 4 سنين واربع شهور. من حوالي 8 شهور كده بقى حصل له ورم في جسمه كله، بقى يورم دماغه، يورم من وشه ومن عند بقه، يورم ايديه، كفوف ايديه ورجليه. الاول صابع رجله، اول مره صابع رجله، بعد كده كفوف ايديه ورجليه، ولو مؤاخذه من عند ما بيعمل حمام الميه يورم جامد ويفنش زي ما يكون معاه. كان بيهرش فيه؟ بيهرش؟ كان جسمه بياكله؟ لا ما بيهرش. وبعدين؟ واول حاجه بيحمر وبعد كده يورم. تمام. زي ما يكون مع الجسم معبي ميه. طيب ده مع اكل معين ولا مع قرصه ناموسه ولا مع ايه؟ ما انا مش عارفه. انا تمام. مش عارفه. حصل كم مره؟ لا ده كتير. يعني هقول لحضرتك انا اديله العلاج مثلا النهارده، يعني انا وديته للدكتور وبعدين الدكتور حولني على مستشفى، حولني على اجهزه حساسه مناعه الدم، حطوه على جهاز كده اللي هو بيدخله 8 ابر في ظهره يشوفوا ايه ده، يعني ايه اي نوع من الحساسيه، من قرصه، من اكل. تمام. معين. الجهاز دوت ما طلعش فيه حاجه. تمام. الدكتوره الكبيره بتاعت المستشفى حاولتني ان انا اعمل له تحليل بره في معمل الفا، تحليل غالي جدا عملته على اساس اعرف سبب الورم دوت ايه اللي حتى بيجيله في دماغه. هي كانت خايفه ان بيورم في دماغه كده من ورا زي ما يكون مبقلل. تمام. فحولتني اعمل له تحاليل، عملت له التحليل، التحليل برضه ما طلعش فيه حاجه، بس الدكتور بتاع التحاليل قال لي ان في حاجه في كرات الدم البيضاء، يعني نقص تكسير في كرات الدم البيضاء. فانا رجعت تاني للدكتور اللي انا كنت متابعه معاه من الاول، دكتور الاطفال اللي انا كشفت عنده، راح قال لي هم ما عملولكيش اللازم في المستشفى، مش ده اللي انا كنت عايزه. طب ما يكتب اللي هو عايزه. يكتب اللي هو عارفه. طب انت نفسيا الطفل ده اخباره ايه؟ اخباره ايه الطفل ده؟ يعني اسريا كويس، مستقر نفسيا؟ لا زي الفل يا فندم، مفيش اي مفيش حاجه. مفيش مشاكل قصاده يعني؟ ولد وحيد على بنتين. طيب ولد. يعني في مشاكل نفسيه قصاده ولا اي حاجه؟ لا ولا حاجه خالص. تمام. مش حاجة. طيب يا مؤثر. طيب هو متكرر كل قد ايه الموضوع ده؟ جسمه يورم كل قد ايه؟ يعني ياخد العلاج، يعني دلوقتي جسمه الحمد لله ما بيورمش. لا يعني اتكرر كل قد ايه يا مؤثر؟ كم مره بيغيب؟ يعني هو بقى له 10 ايام حاليا ياخد العلاج اللي هو بتاع المضاد الحساسيه والالتهاب ده مثلا، اديته النهارده كويس، وعدى النهارده وبكره، بعد بكره يورم. يظهر ولا يختفي؟ ايه يعني يختفي الورم لما تدي العلاج يومين؟ اه. طيب ماشي. في حاجه تانية يا ام ياسر؟ لا شكرا. طيب ماشي، شكرا لاتصال، شكرا لاتصالك. طفل بيورم عنده 4 سنين و4 شهور، كل شويه يورم ويفش ويورم ويفش. طفل يورم جسمه كله حاجه من حاجتين، يا حساسيه يا الطفل ده عنده حاجه اسمها التهاب في الكلى او حاجه اسمها النيفروتيك سندروم. النيفروتيك سندروم ما يخفش في يومين، فدي حساسيه. طب حساسيه من ايه؟ ساعات يبقى اكل لبس او قرص حشرات. الاكل الحاجات اللي مشهوره تعمل حساسيه الموز، الفراوله، الشوكولاته. اللبس لو بيلبس بوليستر او اصواف بتلمس جسمه، او قرص حشرات ناموسه او برغوت ولا حاجه قرصه ممكن يفور جسمه. الحاجات دي تمثل 60% في 40% مش هتلاقي سبب، الا ممكن لو سبب نفسي خناقه قدامه ولا حاجه، او عيل متوتر ممكن يحصل له هذا الكلام. حاجه اسمها الانجيونيوريتيك اديما. ايه الانجيونيوريتيك اديما ده؟ جسم عيل يورم فجاه. بنقلق بس من حاجه وحيده، ان الاديما دي او التورم يشمل الحنجره، يعمل تورم في انسجه الحنجره. فالطفل ده تبص تلاقيه بقى فجاه مع التورم بتاع جسمه الحنجره بتاعته تتورم ويفضل يعمل نتيجة التورم بتاع الحنجرة. الحمد لله في القصة بتاعت حضرتك ما حصلش. عملت تحليلات ما طلعش فيها حاجة، عملت تحليلات تحت الجلد ما طلعش فيها حاجة، يبقى هو بيندرج تحت الفئة اللي هم حوالي 30 أو 40% من الحالات اللي ما تلاقيش سبب خالص، حاجة لوحدها كده تظهر تورم الجسم كله.
انا لو مكانك اعمل ايه؟ انفخ في الزبادي. يعني ايه انفخ في الزبادي؟ اشيل من لبسه ومن اكله الحاجات اللي احنا قلنا عليها، موز، فراوله، شوكولاته، ما ادلوش اسبرين او ما ادلوش بروفين، الحاجات اللي ممكن تهيج الحساسيه كدواء، او سبترين الحاجات اللي فيها السلفه، والبسه اقطان على طول، وحرص من قرص الحشرات، وادي له انتي ليكوترينز. ايه الانتي ليكوترينز؟ حاجات مضاده للحساسيه. يبقى ساعات انت مش هتعرفي تعملي تحليلات، مش هتعرفي توصلي للسبب هو بيورم ليه، لكن دي حساسيه سببها ايه الله اعلم. فانت ادي له حاجه مضاده للحساسيه، حاجه اسمها الانتي ليكوترينز، موجود كتير في السوق، سنجولير، ليليبيل، كاست، كوكاست، ادي له بصفه منتظمه لمده الشهرين الجايين ان شاء الله، على امل ان الاوضاع دي او التكرار بتاع التعب ده يتباعد عن بعضه وما يحصلش كتير، اهدائي بالا ان شاء الله يخف بالوقت، ويدي له الانتي ليكوترينز ده بصفه منتظمه، ويشيلي من 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 اكله ومن لبسه او من الحاجات اللي ممكن تبدا له هذه الحساسيه. ام كارما، اتفضلي يا ام كارما. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا ام كارما. عندي كارما يا دكتور سنه ونص جالها تشنجات حراريه من بعد السنه. تمام. ودايما بيجي لها التهاب في الزور. تمام. ودلوقتي عندها دايما مناخيرها فيها خنفره وهي نايمه، بس هي دايما بتفك في مناخيرها بس ما بتعطسش كتير يا دكتور. تمام. حد في العيله عنده حساسيه يا ام كارما؟ اولاد عمتها. حد في العيله عنده حساسيه؟ اولاد عمتها. تمام. ايه تاني مزعلك فيها يا ام كارما؟ بتاخد مضادات حيويه كتير جدا يا دكتور، وما بتلحقش، دايما التهاب في الزور، رشح، برد. تمام. ووزنها 11 كيلو ولسه دلوقتي لحد دلوقتي ما بتتكلمش، يعني هي بتفهم كل حاجه. فاهمه؟ كل حاجه. شاور؟ جدا بتشاور. طيب على كل حاجه، فاهمه كل حاجه. ماشي، شكرا يا ام كارما لاتصالك. ام كارما بنتها سنه ونص، كارما عندها تشنج، حاجه لها تشنج حراري، مره مناخيرها مسدوده على طول، بيجي تاخد مضادات حيويه متكرره. التشنج الحراري نبدا بخطوه خطوه كده، نحب ايه لما يكون في شكوى نفصصها علشان ما نتوهش من بعض يا ام كارما. تشنج حراري دي حاجه حميده في الاطفال، لكن قد تحدث لغايه سن 4 سنين ونص، ممكن الحراره تبقى 38 والعيل يتشنج، وممكن توصل 40 والعيل ما يتشنجش. حصل تشنج حراري، اول حاجه امنع الحراره. امنعها ازاي؟ مع اول ارتفاع لدرجه الحراره ادي مخفض للحراره. في حاجات كتيره تناسب هذا السن، بروفين، دولفين، سيتال، ابيمول، كلهم زي بعضيهم. يبقى اعمل كمادات للعيل وادي له البوسه عشان انزل الحراره. طب الحراره زادت والعيل اتشنج، ماخدوش واجري، لان العيال دي بترجع، فلما يرجع ممكن يشرق، ينزل الترجيع ده على الرئه يعمل له التهاب رئوي. انيمه على جنبه لما يتشنج، انيمها على جنبها على الارض علشان ما بقاش على مكان عالي تقع، وعلشان لو رجعت ينزل على الارض الترجيع. تستني دقيقه او دقيقتين بتوع التشنج، هيروح التشنج، هيفوت عليك كانهم سنتين. اربطي على قلبك واصبري، بعد ما يقف التشنج تاخديها توديها المستشفى. بالنسبه لمناخيرها المسدوده دي ما عندهاش برد، دي عندها حساسيه انف. احنا المشكله في دكاتره الاطفال والدكاتره عامه، يعني الا من رحم ربي تقول له سلام عليكم، يقول لك عليكم والسلام ورحمه الله وبركاته، ويقوم مديكم مضاد حيوي كماله السلام. ليه؟ ما تفهمش. طفل مناخيره مسدوده ما بيسخنش، وعلى طول مناخيره مسدوده، نديله مضاد للهستامين. الطفل ده عنده حساسيه، وحسن له ظروف النوم، اغير كيس المخده، وابوه ما يدخنش في الشقه، والكلام ده كله. الاعراض متكرره، اديله انتي ليكوترينز بصفه منتظمه لمده شهر ولا شهرين، لغايه لما نعدي الفصل بتاع الربيع ده او تغيير الجو ده اللي بيزود حساسيه الانف. طفل ما بيسخنش، وحتى لو سخن معظم الالتهابات في اول سنتين دي التهابات فيروسيه، ندي مخفضات للحراره، بلاش كل عيل نديله مضاد حيوي. المضادات الحيويه بقى بالمناسبه بتبوظ القولون وبتبوظ مناعه العيل وبتزود نسب التوحد. سهله كده؟ يبقى ما نقعدش بقى ما نشتغلش بطريقه ايه، ما هو لو ما نفعوش المضاد الحيوي مش هيضره، لا هيضره، لان هيبوظ القولون بتاعه. ولو العيال بتتبهدل من المضادات الحيويه المتكرره ونسبه التوحد بتزيد، واحد اسبابها اسراف الاستخدام في المضاد الحيوي. كنا في انجلترا. ام ادهم، اتفضلي يا ام ادهم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا ام ادهم، اتفضلي. حضرتك يا دكتور، انا ابني عنده 10 شهور. تمام. على طول يا دكتور من ساعه ما اتولد كده على طول يقعد يورش في ودنه في مناخيره، على طول يكح. كح بالليل ولا بالنهار اكتر؟ غالبا اكتر لما بيجي يرضع. طيب، حد في الاسره عنده حساسيه يا ام ادهم؟ اخواته البنات. اخواته البنات. حد بيدخن في الشقه؟ لا، بابا بيدخن بس بعيد عنه في الشباك، يعني بعيد. طيب عننا خالص. ماشي. في حاجه تانية مزعلاكي فيها يا ام ادهم؟ يا دكتور، ما هو عنده 10 شهور، هو 11 كيلو، طلع سنتين تحت بس يا دكتور، الاثنين اللي فوق مش راضيين يطلعوا، هم يا دوبك شقوا بس. ماشي. ما بيتحفش يا دكتور، ما بيعرفش يقعد.
وزن الولاده كام يا ام ادهم؟ 3 كيلو. ليه كام اخت بنت يا ام ادهم؟ 2 يا دكتور. يعني بنتين وادهم؟ اه ادهم اصغر واحد. ماشي يا ام ادهم، شكرا لاتصالك، شكرا لاتصالك. كان في فيلم زمان اسمه 4 بنات وظابط، كان انور وجدي نجم كده، ادهم النجم بتاعنا بتاع الاسره، ربنا يحفظه يا ام ادهم، بس هو بنتين وظابط، فالظابط احنا مهتمين بيه قوي، عاملين ناكله ناكله ناكله، الوزن وزنه زاد، المفروض يبقى 8 كيلو بقى 11، 3 كيلو وهو 10 شهور، المفروض يبقى 8، 3 كيلو ساعه الولاده يبقى 8 دلوقتي، هو 11، شايل شيله يا ام ادهم 3 كيلو. الولد كويس بس شايل شيله، زي ما انت تحطي على كتف كده عيل عنده 30 كيلو، 30 كيلو بالنسبه لي زي ال 3 كيلو اللي شايلهم ايه ادهم، فشايل شيله يعني مش عارف يقف بيها، يجي يقعد تبص تلاقيه يتقلب، ليه؟ لانه شايل شيله، يجي يقف اعصابه حلوه بس مش عارف لانه شايل شيله، شايل عيل معاه 3 كيلو يا ام ادهم. الحب ده حب مؤذي يا ام ادهم، ابعد الرضعات عن بعض، بطلي تدي نشويات للعيل مسحوق قمح ومسحوق رز ومهلبيه، وتقعدي كل شويه تاكليه لان انت مهتميه بادهم عشان هو ولد وبنتين، ربنا يحفظه، لكن في حب مؤذي، ابعدي اعملي له دايت علشان يخس ال 3 كيلو او ال 2 كيلو زياده عشان ينطلق يقعد ويقف ويمشي، طول ما هو شايل الشيله دي هيتاخر ادهم. مناخيره المسدوده دي غالبا حساسيه انف، محدش يدخن قدامه، ما ترشيش بخور في الشقه، ما تولعيش بخور، بلاش مبيدات حشريه طياره، ما نمسحش وشه بمناديل معطره، وتدي له ايه تسلكي مناخيره بميه بحر، بحر طبيعي كده ولا حاجه، ميه بحر ديل او محلول ملح طبيعي. لو لقيتي ان الاعراض متكرره، مناخيره مسدوده، ممكن ياخد الانتي ليكوترينز من السن ده، الشهر بتاع الربيع دوت، علشان مناخيره تسلك ودانه ما توجعوش. اهم حاجه تعملي له دايت يا ام ادهم. ومعانا ام ملك، اتفضلي يا ام ملك. الو ايوه اهلا بيك يا ام ملك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ام ملك. مالك ابني عنده 4 شهور. تمام. هو انا كنت ولدته في السعوديه ولسه نازله من اسبوعين، الحمد لله على السلامه. من اول الله يسلمك، من اول ما نزلت وهو عنده ما بيعملش براز خالص حمام، لاسبوعين دلوقتي بيعملش غير لما اديله البوس. يعني بيرضع طبيعي ولا صناعي؟ لا طبيعي. طب انت غيرتي ايه في طريقه حياته من ساعه ما نزلتي من السعوديه؟ يعني ما غيرتش، حاولت اديله شويه عصير برتقان كده، حاجه تساعده يعني ملين. ما كنت وينسون. كان بيشرب ميه هناك وهنا ما بيشربش؟ لا هناك ما بيشربش، لما جه هنا شرب. طيب بس ميه معدنيه يعني. طب انت غيرتي نوع اللبن، وبيرضع رضاعه طبيعيه مش كده؟ رضاعه طبيعيه. طيب مفيش حاجه تجدد غير البرتقال اللي اديتيه؟ بس. طيب. وبحاول اديله ينسون برضو حاجه ملينه، مفيش، لازم اديله البوسه. طب يتبرز لوحده بعد اسبوعين؟ يتبرز لوحده ولا لازم يتبرز بالبوسه؟ لا دلوقتي لازم اديله البوسه. طيب يعني بديها له كل مثلا 4 أو 5 أيام اديله البوسه يعمل براز، مش امساك يعني. لا طيب يعني عادي. لكن اول 3 شهور كان ماشي كويس، يتبرز كان اول 3 شهور كويس. يتبرز كل قد ايه؟ ما فيش اي مشكله، كان في اليوم مثلا يعمل 4 أو 5 مرات. واول مره المفروض احنا اول الطفل بيتولد بيتبرز اول يوم، يتبرز عادي ولا اتاخر؟ لا اتبرز عادي. طيب كانش ماشي. في مشكله. طيب وفي ماشي. حاجه تانية يا دكتور. معلش، هو يعني دلوقتي انا بنزل الشغل مثلا يوم او يومين في الاسبوع، فبغيب عنه مثلا 5 ساعات او حاجه. تديله ايه بقى في الـ5 ساعات ده؟ بياخد ايه؟ هو برضه يعني بديله اليانسون او البرتقان، يعني حاجه مؤقته كده لغايه لما اجيله. طيب فانا مش عارفه هل اديله اكل ولا لسه بدري يعني. شكرا لاتصالك يا ام مالك. مالك 4 شهور، نزل من السعوديه، نزل مصر، جاله امساك. العادي اللي العيال تنزل مصر جالها اسهال، ما جالهاش امساك لان الميه بتاعتنا مش جميله قوي، لكن هو جاله امساك. مالك، بصي يا ام مالك، تعملي ايه؟ ترضعي طبيعي زي ما انت عادي. ندي ميه ولا ما نديش ميه للعيال؟ في ديبيت كده بتوع الرضاعه الطبيعيه بيقول لك اوعى تدي ميه للاطفال، احنا انا بايه ممكن نتجاوز، لان اي كلام غير القران يؤخذ، وطبعا الاحاديث يؤخذ ويرد عليه، هم رجال ونحن رجال. لكن طفل لو الجو حر والطفل ده ما بياخدش السوائل الكافيه ممكن نديله ميه. حبيبي واستاذي واخويا خالد دسوق استشاري جراحه الاطفال بيقول لك كل عيل ياخد 30 سنتي ميه عشان ما يجيلوش امساك لكل كيلو، يعني عيل 5 كيلو ولا 6 كيلو ياخد له 180 سنتي ميه. ادي ميه ما بين الرضعات، ورضعي رضاعه طبيعيه، وهاتي مضخه او شفاط كهربائي يا ام مالك، شفاطي صدرك، شفاطي اللبن ده، بدل ما تدي ينسون وكراويه وبرتقان وانت غايبه، انت بتغيبي 5 ساعات ودي فتره كبيره، تشفطي اللبن وتحطيه في الثلاجه. ممكن اللبن تحتفظي بيه في الثلاجه بتاعك انت
لمده يومين، وممكن تحفظيه في البروز في الفريزر اسبوعين، وممكن يبقى بره الثلاجه ساعتين، يبقى 2 2 2 بره الثلاجه ساعتين، في اول رف تحت الفريزر يومين، في الفريزر ممكن يتحط ايه اسبوعين. واللي موجود اللي بيراعي الطفل ده يجيب الببرونه بتاعت اللبن اللي انت شفطتيها من صدرك ويحطها تحت حنفيه الميه الدافيه السخنه كده، يدفيها المالك يرضع ما بين الرضعات. في حاجات ممكن نديها نتجاوز شويه للطفل ده لو ممسك شويه، انا ما باكلش العيال غير بعد 6 شهور، ما تاكليش العيال غير بعد 6 شهور، لكن لو ممسك امساك مزمن الحاجه الوحيده اللي بتجاوز فيها ان انا ممكن اديله عصير قراصيا. القراصيا دي حاجه طبيعيه، القراصيا دي يا جماعه البرقوق الناشف، بجيب ثمرتين قراصيا واسلقهم واضربهم في الخلاط واخففهم بميه واديله 10 معالي عصير قراصيا ملين طبيعي ساحر جميل جدا بدل مادي دواء. يبقى ادي لبن طبيعي، شفات اللبن وحطيه في التلاجة، واللي بيراعي مالك يرضعه في الخمس ساعات دول. لو انت عايزة تدي حاجة مليلة شوية ادي عصير قراصيا، ده ان شاء الله يزبطه، لكن اكل خليه بعد 6 شهور يا ام مالك. ومعانا ام مروان، اتفضلي يا ام مروان. ايوه دكتور، اهلا بيك يا ام مروان، تحت امرك. انا مروان، كان عنده حوالي 4-5 سنين، عنده تمام. ضفر من ضوافره خرم كده نقر كده. أربع عنده أربع سنين؟ أيوه أربع سنين. ضفره نقر. تمام، ضفر الرجل ولا الإيد؟ نعم، الإيد ولا الرجل؟ لا ضفر إيده، ضفر تمام. واحد يعني نقط بيضة كده ونقرت؟ لا، هو الضفر زي ما يكون حد مخرم فيه كده، والدكتور قال لي اسمه بيتد نيلز. اسمه إيه؟ بيتد يعني معمول، يعني زي ما يكون معرض كده مش منتظم. تمام، بيتد. وبعدين؟ اوكي، فالدكتور ودته للدكتور عطاله علاج بس ما خفش، قعد كده سنتين ثلاثه الضفر ما بيتغيرش. تمام. وبعدين دلوقتي هو بقى عنده 7 سنين، طلع له نفس الموضوع في ضفرين تانيين. تمام. فروحت للدكتور قال لي دي اسمها صدفيه. تمام. رحت للدكتور تاني قال لي لا، ده حاجه في الضوافر ملهاش علاج كده ومش صدفيه ولا حاجه. تمام. يعني لفيت على كذا دكاتره، في دكتور منهم قال لي دي صدفيه بس مش هتتنقل للجسم، في دكتور قال لي لا دي ممكن تتنقل للجسم، انا مش عارفه هي فعلا تتنقل ولا ماشي. ما تتنقلش. ماشي حاضر، ماشي يا ابو مروان، شكرا لاتصالك. بس يا ابو مروان ده تخصص جلديه، الضوافر دي الجلد والضوافر والشعر تخصص جلديه، طالما مش حاجه ظاهره وواضحه لدكتور الاطفال لازم تعرضي نفس مروان على دكتور جلديه محترم. لو كلمتيني بعد الحلقه ان شاء الله ارشح لك دكتور جلديه راجل محترم وشاطر وممتاز ودغري، دكتور احمد ابو طالب، نرشحك ليه بحيث ان هو يبص على العيل ده، العيل الضوافر المخرمه ودي شكوى طويله بقى لها 3 سنين وابتدت تتنقل من ضفر لضفر، واحد قال لك صدفيه واحد قال لك مش صدفيه، لازم ده حله بقى حل دكتور جلديه محترم. ما ينفعش تتابعي مع دكتور اطفال، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، احنا نعالج لك الحاجات البسيطه طفح ظاهر بتاع ايه، لكن طالما الموضوع دخل في شيء متخصص اكتر من كده محتاج الطفل يتعرض على دكتور جلديه متخصص. كلميني بعد الحلقه وخدي الرقم من الكنترول ارشح لك حد محترم يتابع مروان يا ام مروان. ختمنا حلقتنا النهارده وكنا بنتكلم عن موضوع ما لحقناش نتكلم فيه كتير قوي، بس من حسن حظنا ان كل الاسئله بتدور حول امراض الربيع والصيف عند الاطفال، على امل الاسبوع القادم وحلقه جديده عن طب الاطفال واشياء اخرى.